مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم هو أعراض نسائية تستدعي زيارة الطبيب. في كثير من الأحيان تهمل المرأة صحتها بسبب انشغالها في رعاية أسرتها، ويتسبب هذا في إصابتها بمشكلات صحية عديدة لأنها لم تلتفت إلى الأعراض التي شعرت بها، حيث أن هناك بعض الأعراض النسائية التي تستدعي زيارة الطبيب وعدم إهمالها. إليك أبرزها: اضطرابات الدورة الشهرية. يمكن أن تحدث اضطرابات الدورة الشهرية نتيجة الإصابة بالخلل في الهرمونات، وقد يتسبب هذا في مشاكل صحية عديدة في الرحم، بالإضافة إلى انخفاض فرص الحمل والولادة. يجب معرفة سبب خلل الهرمونات والحصول على العلاج اللازم. في حالة تكرر الرغبة في دخول الحمام مع شعور بألم وحرقان أثناء التبول، يجب استشارة الطبيب النسائي، لأن هذه المشكلة يمكن أن تؤشر بعدوى في المسالك البولية، وهي مشكلة صحية تصيب النساء أكثر من الرجال، وذلك نتيجة قصر مجرى البول لدى المرأة، وبالتالي يسهل دخول البكتيريا إليه. الإفرازات الغير الطبيعية. عادة ما ترتبط الإفرازات المهبلية الغير الطبيعية بعدوى في المهبل أو الرحم، سواء بكتيرية أو فطرية، كما يمكن أن تحدث بسبب الإصابة بإحدى الأمراض المنقولة جنسياً أو خلال فترة انقطاع الحيض لدى المرأة. في أغلب الأوقات لا تحدث الإفرازات المهبلية بمفردها، وإنما يصاحبها التهاب وتهيج وحك في المهبل، وذلك ينبغي استشارة الطبيب النسائي لمعرفة أسباب هذه الإفرازات ومعرفة طريقة العلاج المناسبة. آلام شديدة أسفل البطن والظهر. تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بآلام أسفل الظهر والبطن، وعادة ما تتعلق بالرحم والجهاز التناسلي عند المرأة. يمكن أن تحدث الآلام كأحد الأعراض الشائعة للدورة الشهرية أو التبويض، وكذلك خلال الحمل، ولكن في بعض الأحيان تكون الآلام نتيجة وجود عدوى في الجهاز التناسلي لدى المرأة أو مشكلة صحية بالرحم. فرط التعرق. يرتبط فرط التعرق لدى المرأة بالعديد من الحالات الطبية، ولكن إذا صاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل الهبات الساخنة والشعور بالتعب الشديد وعدم انتظام الدورة الشهرية وجفاف المهبل، فقد يؤشر هذا باضطرابات في مستويات هرمون الإستروجين، وعادة ما تحدث هذه الأعراض في مرحلة انقطاع الحيض لدى المرأة. تشعر بعض النساء بآلام أثناء ممارسة العلاقة الحميمية، وقد يرجع هذا لشعورها بالخوف من الجماع الذي يسبب تقلصات وتشنجات المهبل، وبالتالي الشعور بالآلام. ولكن هناك أسباب أخرى يمكن أن تسبب آلام أثناء الجماع، وأبرزها الإصابة بجفاف المهبل، وهي مشكلة صحية تصيب النساء نتيجة الخلل الهرموني، وخاصة مع تقدم العمر وانخفاض مستويات هرمون الإستروجين.